كل عام وأنتم بخير. موجز لآخر وأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه أمينة عوض. أهلا بكم. الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. الملك يبارك إنشاء وقفية لدراسة فكر الإمام السيوطي. الملك يعزي الرئيس الروسي بضحايا حادث حريق طائرة الركاب. الملك يتبرع لترميم كنيسة القيامة في القدس. الزراعة تنتهي من مكافحة سرب الجراد الثاني. الخارجية تؤكد إلغاء قرار إحالة الأردن إلى مجلس الأمن لعدم تسليم عمر البشير. الأوقاف تعلن الدفعة السادسة من الغارمات. ارتفاع الذهب عالمياً بعد تهديد الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم على السلع الصينية. هدوء حذر في قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية. إطلاق مدفع رمضان من جبل القلعة مساء اليوم. إصدار جدول مباريات دور الثامن من بطولة كأس الأردن. وصولاً إلى الحالة الجوية المتوقعة، وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها على موقعنا الإلكتروني الدستور.com. ختام الموجز، في أمان الله.